انا عايزك نستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا او الحاجات اللي موجوده في اي بيت مصري او اي بيت عربي. شويه رز مصري حلوين، كوبايتين من الرز، شويه عدس. انا من الناس اللي بيحب الكشري والرز بالشعريه في عمليه نسبه وتناسب. الكشري الاسكندراني او الكشري البحري مقاديره على الشاشه: رز مصري، عدس اصفر، معلقتين سمنه بلدي حلوين، معانا بيض حسب عدد افراد الاسره، معانا السمنه البلدي اساسي وانا احب اعمله بالسمنه البلدي، وشويه الملح وشويه الفلفل، ومقادير بسيطه سهله وشويه حب. الكشري بيختلف من ست بيت لست بيت، من ام لام، ولكن انا واثق وعارف كده كويس ان انتوا بتعملوه احسن مني، لان دي اكله المفضله عندنا كمصريين، جميله جدا، لان بيتميز فيها الرز لما بيتفاعل مع العدس بيبقى طعمه خطير جدا، وانا بعشق الاكله دي وكنت بحب اكلها من ايد امي رحمه الله عليها. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. والله العظيم حكايه، لما كنت بعملها اروح البيت بدري، طاسه على النار حلو، ونحط فيها شويه زيت. مش قلت سمنه يا شيف؟ يا عم اصبر على رزقك. شويه زيت صغيرين كده حلو، اللهم صل على النبي. وناخد الرز بتاعنا ده كده زي ما هو كده، ونحطه على النار نشوحه، نقلبه، نحمصه شوية. أنا عايز حباية الرز تبقى فرد عضلاتها على حباية العدس، ميبقاش معجن. كشري الاسكندراني ده عشان تعمليه كويس ميبقاش معجن منك. حطينا الرز أول حاجة ونقلبه. شوف التركاية الحلوة دي كده، الله عليك يا عم الشيف. وأنا بقلب حلو. شوف الحتة اللي جاية دي بقى كده، ممكن أنت مش بتعمليها بس اتعلمها من الشيف. معانا بصلاية، أنا مش هحط بصل بس شوف البصل هحطه إزاي، وده مهم جدا. هاخد البصلاية دي أقطعها أربع تربع بالشكل ده كده، وأخدها أحطها فين؟ في وسط الرز. الله على شقوتك يا عم الشيف. ومعلقة سمنة بلدي عليهم. يلا بينا. ونمسك الرز نشوحه مع البصلاية دي كده، مش مطلوب ان البصلاية دي تتحمر، مع السمنة البلدي. تقوم البصلاية دي بتتعرض لدرجة الحرارة وسخونة السمنة وتشويحة الرز بتديني السائل بتاعها، يقوم الرز يشربه. الله عليك يا شيف لما تخش في التفاصيل. حاجة جديدة. هتلاقي شويه الكشري معاكي واخدين طعم تاني خالص. يعني ممكن تحط حبهان، ممكن تحط ورق لورا، وانا عارف ان انت شاطره في الموضوع ده، بس يعني التغيير يعني وانك انت تغيري من الطعم ده مطلوب. هنقلب كده، وخليكي عندك صبر عشان الرز يشرب السمنه وياخد من طعم السمنه وياخد من طعم البصله. واحنا شغالين كده بس حذاري انك حبات الرز تاخد لون، تتشبع من السمنه وطعم البصلايه. والبصلايه كده في قلب الرز راحه جايه، هي مش عارفه ايه موقفها ولا ايه دورها، بس انا ليا غرض من كده ان البصلايه تديني وتفرز الميه بتاعتها الجميله مع السمنه البلدي والحبات الرز، وبعد ما تستوي نشيلها. والله عايزين ناكلها زي ما هي كده سليمه ماشي، هتكون اتسلقت طبعا زي ما انت عايزها. الله، شويه كشري حكايه. تقدري تتحكمي برضو في حاجه حلوه، قرن فلفل زي ده كده، جوزك بيحب الحار، حطيه مع الرز كده وتتقلب. شويه كشري ممكن مع طبق سلطه خضراء وتعشت. طب ده فيه بروتين؟ فيه بروتين، السمنه البلدي. انا عايزك تدرسي الاكله، تخش في تفاصيلها. يعني طبق الكشري ده يغنينا عن اللحمه، موجود وحملناه بالسمنه البلدي، والسمنه البلدي دي بتطلع مستخرج من الايه؟ البروتين الحيواني. حلو الكلام. او زبده، بس هي سمنه طبعا يفضل. هنقدم معاه بيض مسلوق، بعد ما بيتسلق يتقشر ويتحمر فين؟ في سمنه بلدي. أصبح إن الطبق ده فيه كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، سواء بروتين، سواء كربوهيدرات، سواء نشويات، سواء حب. أنا بحب الأكلة دي وأحب أجود فيها وأعملها إيه؟ بذمة. حلو، زمان أنا شغال كده، مع إن إيديا وجعتني من التقليب
ومبسوط، بس حبات الرز هنا ايه؟ بتشبع تشبع. حلو الكلام؟ وعند ميه بتغلي. ناخد العدس الجميل الحلو ده كده. العدس ما ينفعش انك انت تطلعيه من الكيس او تجيبيه من عند الراجل العطار تستخدميه على طول. تمسكي العدس تفرزيه، والعدس الحلو بتاعنا ده زي الفل من ارضنا الطيبه، بيتصدر للدنيا كلها العدس المصري اهو. شايف الحبايه؟ كهرمانه. يتغسل مره اتنين وتصفيه من الميه وتخليه على جنب. خلي بالك عشان كده بقول لك الاكله، لما تعملي الاكله دي في البيت غير لما تاكلها بره. اعتقد مفيش مطاعم بتعملها، يعني بيعملوا الكشري التاني اللي بيتعمل فيه العدس ابو جبه او العدس الاسمر، انما العدس الاصفر ده يتغسل مره اتنين ويتصفى بمصفى ناعمه ويتصفى من الميه كويس ويتساب بالشكل ده كده. انا من الناس اللي بيحب الكشري ده العدس قد كميه الرز. الله، حلوه. بيبقى ايه؟ بروتين، واحنا عارفين العدس بيتصدر القائمه الاولى في البقوليات من البروتين النباتي، فاصبح ان الاكله فيها بروتين حيواني وبروتين نباتي. يا دوحه، الحيواني في السمنه البلدي. انت لازم تشوف لحمه مفرومه عشان يبقى فيه بروتين حيواني، لازم تشوف هبر. بس السمنه دي طالعه من الايه؟ منتجات الالبان، والالبان منين؟ الموضوع لازم تكون دارس. ادي العدس مع الرز مع القرن الفلفل، ادفيهم مع بعض، احمصهم مع بعض. اهم حاجه يكون عندك البراد بتاع الشاي فيه ميه بتغلي. حلو، شويه الملح الحلوين، الله، شويه الفلفل الصغيرين، الملح كمان شويه زياده، والقلب. تعرف تعمل الكشري زي ما انا عملت كده؟ بس هيك في فكره البصله دي جوه العدس، جربيها بالله عليك وما تستهونيش بيها، حطها في الاعتبار ان هي هتديكي طعم لما تستوي جوه الايه؟ الرز كده. انا ما حمرتش بصلايه ناعمه ولا هقدم معاه بصلايه مقرمشه، هكتفي بالبصله اللي اتحمرت دي جوه الرز والعدس، وهقدم معاه بيض متحرك. اللهم صل على النبي، خاصه اللون يجوع. انتوا عارفين ان اللون الكهرمانه ده بيفتح النفس، يعني لو حد ملوش نفس بدل ما يجيب طبق طرش يقعد عليه يجيب لون برتقاني، حتى البلوزه او التيشيرت عنده لون برتقاني يحطه قدامه على السفره زي شاشه التلفزيون كده، نفسه هتتفتح على طول لون البرتقاني. او اطباق نغرف في اطباق لونها برتقاني. لون البرتقاني علماء النفس قالوا انه بيفتح الشهيه. نجرب، خلي مره نفسك كده مسكره على الاكل بس ما يكونش فيه طبق طرش على السفره، ولا خيار مخلل ولا فلفل حار. جربي. الله، تضحكوا انا عارف. ها كده خلاص زي الفل، عند ميه بتغلي على النار، حطيت الملح، ظبطت الدنيا، ابدا احط العيار بتاع الميه بتاعي. بيسالوني على السوشيال ميديا الكشري الاسكندراني او الكشري البحري ده بيعجن مننا لانك ما بتظبطيش العيار، لان هنا في عدس. هو ده الكلام، هو ده الكلام. حلو، هو ده الكلام. حبيبي حبيبي استاذ احمد عوض، والله العظيم من نفسك عرفتك. انا محدش بيخش بالهجة. ثقه ثقه ثقه، والراجل ما يكون الثقه مع الابداع بيدوا ايه؟ ابهار. الميه المغليه على النار اهي، تخلي بالك انك فاكره حتى ملح. هنبدا ننزل بعيار الميه. طب اتظبط ازاي يا عم الشيف؟ سيبك بقى من الكوبايه وغسلت الرز وحطيت الرز والعدس، لا انا هتدنى احط ميه كده غير لما ايه الاستاذ احمد عوض يقول لي بطل تحط ميه. بيسوى الرز، بيسواه هزه بس خلاص. شفت بقى؟ بس بدون عيار، لازم يكون بالسوى ده كده، ولازم تهز الحله او تهز الطاسه. ليه يا عم الشيف؟ من غير ما تعاير اي حاجه. في طريقه تانية هقول لك عليها، بس دي عايزه شويه احترافيه، والاحترافيه بتيجي من الايه؟ من الممارسه ومن التكرار. زي ما اقول لك التكرار بيعلم الشطار. هقول لك عليها دلوقتي حالا، بس خلينا نروق الدنيا كده عشان الصوره تطلع حلوه. ايه هي يا عم الشيف؟ عينيا اهو، زي ما انا بقلب كده اهو، مش هغطي الحله دي غير لما تكون بتغلي قدامي. بيقولوا لي ايه فايده البصله اللي انت حاططها دي، شكلها حلو. حقوق الطبع لدينا وبس. تعملي ايه بقى يا ست الكل؟ وهو على النار كده قبل ما تغطيه، وهو بيتشرب كده
واهالينا قالوا اتقل على الرز لما يستوي، تاخدي معلقه وتحطها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ وقفت المعلقه كده وما اتحركتش، اعرف ان العيار تمام. المعلقه اتحركت شمال يمين، اعرف ان عيار الرز زياده او عيار الميه زياده بالشكل ده. اهو نحطها في مكان تاني. حاضر يا فندم. اه بالشكل ده كده حلو. يلا نغطي الحله بتاعتنا دي وناخد بعدين نطلع فاصل ونقصر النار على الرز، لان يعني ما ينفعش الرز بعد ما يغلي او الكشري تبقى النار شديده. اه هوطي النار معاكم وخلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. اتقل على الكشري لما له. يلا بص على الحلاوه، شفت بقى لك ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي. ولكن خلينا انتوا حضراتكم عارفين المصداقيه والشفافيه شعارنا على شاشه القناه الاولى. انا للامانه في الفاصل حطيت معلقه سمنه بلدي، سوري حطيت معلقه زبده. اه شفت انا هعمل ايه؟ بص هقلب كده. يلا بينا. البصلايه الحلوه دي كده، هو دي البصلايه دي في قلب الكشري عامله زي الايه؟ اللحمه. شفت الكشري من تحت، العدسيه من تحت لونها مختلف ازاي؟ اهو ما نقلبوش كتير، هي تقليبه واحده وشكرا. صدقيني فكره البصل جوه الكشري دي حقوق الطبع لدينا وبس، لا تقولي لي جوجل ولا مستر جوجل، اهو مستر مغازي وبس. اهو بصلايه ما حمرتهاش انا، البصلايه زي ما هي قطعتها اربعه وخليتها تتحمص مع الرز والعدس وقلبتها كتير. اهو لسه عايز، انا مهدي النار خالص مش مستعجل عليه. والقرن الفلفل ده لجوزك يحرحر بقه علشان ياكل الطبق كله، ما يروحش ياكل عند مامته، خلي بالك. اه ما القرن الفلفل ده يخلي الواحد ياكل. حلو. اه هدي النار يا عم الشيف، نوطي ونقفل تاني الحل. هي ما تقلبوش تاني خلاص. اه زي الفل. ولكن قبل ما اعمل الحاجات البسيطه ديت، لان عندي بيض مدحرج للكشري وعندي مهلبيه اعملها للقرع العسلي، فخلونا اغرف الكشري عشان نتغازل فيه شويه والبيض هنا يتحمر على احنا ما نخلص. اهو البيض اهو، هو ده بقى الكلام. بيض اتسلق وعندي سمنه بلدي، واحده واحده كده. سموه مدحرج ليه يا دوحه؟ هتقول لي لانه بيتدحرج في السمنه البلدي. اه كان زمان يقول لك اللي ياكل اربع بيضات كانه اكل فرخه، بيضه ربع فرخه، مش عارف صحيح ولا لا. الله على السمنه. اه تبلوهم بقى بشويه بهارات حلوين كده، شويه بابريكا حلوين، الله، شويه كمون، انا بحب الكمون على البيض المسلوق مع فلفل اسود وكركم. كركم مفيد. اه التتبيله دي حلوه على فكره، ما تنسيش الفلفل الاسود ده اهم حاجه كده، وشويه الملح، شويه السمنه الحلوين دول كده. هو ده الله. ناخد الكشري بتاع ده نغرفه بالصلاه على النبي. هو ده زي ما قلت لحضراتكم، اذا انت عايز البصلايه في قلب الكشري اهلا وسهلا، بنرحب بيها. بس خلونا ناخد القرن الفلفل ده كده عشان جوزك اول ما يشوفه على وش الكشري هيقول لك تسلم ايدك يا حبيبتي. ليه بقى؟ لان الفلفل الحار، شفت البصلايه مستويه ازاي؟ بتفكرني بالبصلايه اللي بتبقى جوه المرق بتاع الملوخيه. اه المدام لما تعمل لي ملوخيه والاقي فيها بصل سليم مستوي بعشقه. الله الله الله. شفت حبايه الرز بتسبق حبايه العدس، وحبايه العدس بتسبق حبايه الرز. اه بصل ده. طبعا ده لاول مره تشوفيه الجو ده، بتشوفي دايما البصلايه متحمره. عايزه تعمليها كده ما عنديش مشكله، بس ده تغيير. تتحمر ازاي؟ بنجيب البصل نقطعه شرايح، ياخد معلقه نشا، ياخد شويه بهارات حلوين، ونمسك البصلايه نحمرها في قلب الزيت. بس ده جو تاني بقى، بيقولوا لي طلع البصل على الوش عشان ايه؟ حقوق الطبع لدينا وبس. ناخد البيض المدحرج بتاعنا، اللهم صل على النبي، ده نعناع، شويه السمنه الحلوين دول. الله تسلم ايدك يا شيف والله. وتعشت لازم يعني نجيب الفراخ ونجيب اللحمه اهو. الطبق ده فيه كل حاجه انت بتدور عليها، بروتين موجود، نشويات موجود اهو. ممكن نقطع البيض ده نصين، شويه السمنه دول كده على وش. يا ويلي اختياري برضه اهو، سمنه بلدي. ها عشان كده بقول لك ايه، لازم سمنه بلدي. الف هنا وشفا. شويه كشري زي ما قال الكتاب. كتاب مين اللي يقول الكلام ده؟ المغازي. تعالوا مع بعض نعمل ترجمة